بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو القريص الحريق النافع، وهذا هو القريص السام. انظروا انظروا انظروا، في حبوب دائرية هاي، شوف انظروا انظروا العنقود، حبوب كبيرة. هذا السام، لكن هذا هو النافع الذي فيه الفوائد العظيمة التي ذكرناها لكم في السلسلة، تنبهوا لذلك. انظروا الفرق، انظروا بارك الله فيكم الفرق، أوراقه عريضة وغامقة اللون، هذا يانعة وخضراء وفاتحة، وهذا فيه عنقود حبوب مستديرة ثمار. هذا هو الذكر، هذا هو الذكر، قريص الذكر، وهو سام جدا، إياكم وإياه، سام سام وخطير جدا. أما هذا هو المفيد، فتنبهوا وميزوا بين الاثنين، بارك الله فيكم. وهذا مقطع مهم جدا، أرجو أنكم في صندوق الوصف سأعطيكم سلسلة مفصلة عن فوائد القريص. وقبل ذلك أحببت أن تميزوا بين النوع السام والنوع المفيد، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.